CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة أفسس في الإصحاح الثاني. الإصحاح الثاني رسالة أفسس من عدد 14. لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. نشكر الله الذي أعطانا أن نقوم بزيارة إلى روسيا وإلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية. هذه أول مرة تزار فيها روسيا الاتحادية من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. زار سابقا المتنيح البابا شنودة الاتحاد السوفيتي في عام 1988، وزارها مرة سابقة في عام 1972. كانت الزيارة الأولى في عام 72 زيارة لشكر الكنيسة على مشاركتها في حفل التنصيب سنة 71، تنصيب البابا شنودة. وكانت الزيارة الثانية 1988 للمشاركة في احتفال الكنيسة الروسية بمناسبة مرور 1000 عام على مسيحيتها ومعموديتها. هذه الزيارة كانت زيارة محبة للكنيسة الروسية وتعارف مع صاحب القداسة البطريرك الروسي البطريرك كيريل اللي هي كورولوس بالنطق الروسي كيريل، وهو بطريرك موسكو وكل روسيا. كان وفد كنيستنا مكون من 10 أفراد، أب مطران وأربعة آباء أساقفة من أمريكا وإنجلترا وإيطاليا ومصر، وأب راهب واثنين آباء كهنة ورئيس الدير وأستاذ شماس أستاذ التاريخ في معهد الدراسات القبطية. وهذا الوفد كان يمثل الكنيسة القبطية بكل قطاعاته. قضينا 7 أيام في رحاب الكنيسة الروسية، تقابلنا فيها مع قداسة البطريرك ومع بعض الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات ورؤساء الأديرة ورئيسات الأديرة، وزرنا مجموعة كبيرة من الكنائس ومن الأديرة. روسيا فيها 800 دير للرهبان والراهبات، وفيها 100,000 راهب وراهبة. روسيا
فيها أكثر من 100,000 كنيسة، وروسيا ظلت ووقعت تحت الحكم الشيوعي من عام 1917 حتى بداية التسعينات، وقاسوا ألوان العذاب والاضطهاد والقتل والعذاب والتعذيب والاستشهاد، والقصص هناك قصص مؤلمة ولكنها مفرحة في ذات الوقت لأنها حفظت إيمانها قويماً. على سبيل المثال، في إبان الحكم الشيوعي وجدوا كاتدرائية فخمة باسم المسيح المنقذ، ولكن الحكم الشيوعي رآها ترتفع قليلاً عن مباني الكريملين ففجروها، فجروا هذه الكاتدرائية وحولوا أرضها إلى حمام سباحة. ولكن دارت الأيام وانتهى الشر وانهارت الشيوعية وجاءت الحكومة الجديدة بداية من التسعينات، وبدأوا في بناء الكاتدرائية التي تسمى المسيح المخلص أو المسيح المنقذ في نفس مكانها وبأبعادها، وافتتحها قداسة البطريرك منذ سنوات قليلة. وجدنا في الأديرة أحد التقاليد القديمة جداً، وهو تقليد العيش والملح. عندما كنا نصل إلى الدير، يخرج رئيس الدير أو رئيسة الدير يقدم لنا فطيرة على صينية، فطيرة كبيرة وفي وسطها وعاء صغير فيه ملح. قبل ما ندخل الدير لازم ناخد جزء من هذه الفطيرة بالملح ونأكله، وده تقليد العيش والملح اللي معروف لدينا. في كنائس روسيا كلها لا يوجد كنب، فهم يقفون بالساعات الطويلة في الصلوات. رأينا كنائس كثيرة وفي أيام عديدة غير يوم الأحد مليئة بالمصلين وكبار السن، الآباء والأمهات والجدات والجدود، وطبعاً أيضاً شباب وأطفال. رأينا في أديرة الراهبات أن في كل دير يوجد ملجأ يربون فيها الأيتام، وبعض الأديرة توجد فيها مصحات للصحة أو عيادات صحية. اطلعنا على أنشطة كثيرة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، واتفقنا على عمل لجنة مشتركة يرأسها من الجانب الروسي نيافة المطران إيلاريون، وهو مسؤول الشؤون الخارجية في الكنيسة الروسية، مع نيافة الأنبا سيرابيون أسقف الكنيسة القبطية في إبرشية لوس أنجلوس. وفعلاً ابتدوا يقعدوا تشكل لجنة علشان تبحث أوجه التعاون ما بين الكنيستين. كان لنا حوار سابقاً منذ عدة سنوات بين الكنيستين وتوقف لأسباب عديدة، حوار لاهوتي، لكن حبينا نوسع دائرة العمل مع هذه البلاد الواسعة الكبيرة والتي تعتبر أقدم وأكبر كنيسة، أكبر كنيسة أرثوذكسية في العالم، فيها أكثر من 120 مليون أرثوذكسي يملؤون الكنائس والأديرة. رأينا كيف يقفوا بالطوابير الطويلة جداً لكيما ينالوا بركة أيقونة واحدة، واقفين الناس طابور طويل جداً ومنتظرين يجي لغاية الأيقونة علشان ياخد بركة الأيقونة، سواء للعذراء أو قديس مشهور هناك القديس سرجيوس وجسده موجود وحاجات كثيرة خالص. أيام الحكم الشيوعي تحولت الكنائس إلى متاحف وإلى مخازن وإلى ورش للميكانيكا. يعني دخلنا دير بيفرجونا على الكنيسة قالوا لنا معلش لسه ما رممناهاش، لأن دي كانت ورشة ميكانيكا تصليح عربيات. وهكذا
نشكر الله، زيارة كانت طيبة، كان فيها أيضاً أن أصدرنا كتاب عن العلاقة بين الكنيستين القبطية والروسية خلال القرن 19 والعشرين، أعده الدكتور إسحاق عجبان الأستاذ في معهد الدراسات، والكتاب ده صدر باللغة العربية وصدر باللغة الروسية، تم ترجمته قبل ما نسافر على طول، فكان فرصة طيبة أن احنا نقدمه لكل المسؤولين. زرنا ورأينا المعهد اللاهوتي يماثل الكلية الإكليريكية في أحد الأديرة، فيه 1000 طالب إكليريكي، والـ1000 طالب دول مقيمين، لهم نظام رائع في الصلوات، في الدراسة، في السفر، في المعرفة، في الالتزام القوي جدا. زي ما بنقول في تعبيرنا الحلو، المحبة حلوة والعلاقات طيبة، وهم يكنون لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية محبة عالية جدا، ووجدنا ترحاب واستقبال وعشق لأبائنا القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، القديس ماكاريوس، القديس باخوميوس أباء الرهبنة. كتير من اللي زرناهم يتمنى أنه يجي في المكان اللي فيه دير أنبا أنطونيوس، كتير جدا يعني بيحلموا أن إمتى نروح المكان ده. إذا أراد ربنا وعشنا هيبقى فيه فرص للتبادل والزيارات المتبادلة بين الأباء الأسقفة والمطرنة وبين الكهنة والرهبان والشمامسة والراهبات والدارسين في المعاهد اللاهوتية الإكليريكيين، وهيبقى لها نظام، وهذا انفتاح طيب أن يكون لنا علاقات محبة مع الجميع. وطبعا هم هناك بيحاولوا يجتهدوا في تجميل الكنائس، الكنائس هناك بارعة الجمال إن كانت من الخارج أو من الداخل، في كنيسة واحدة فقط وجدنا فيها أيقونات في داخلها بالموزاييك، مساحتها 7000 متر مربع في كنيسة واحدة. عندنا لما بنعمل أيقونة موزاييك تبقى 5 متر 10 متر، يوم ما تكبر دي 7000 متر مربع من الموزاييك في كنيسة واحدة. الأيقونات توجد في كل مكان، ومحبتهم وعشقهم للفن الروسي الكنسي عشق بالغ الأهمية. يمكن عايز أقول لكم كل الهدايا اللي تقدمت لنا عبارة عن أيقونات، وإحنا برضو كانت هدايانا عبارة عن أيقونات ومشغولات من أديورتنا القبطية. نشكر الله على هذه الزيارة الطيبة، وأرجو أن يكون لها ثمار كثيرة في حياة كنيستينا القبطية والروسية. وكما تعلمون أن الكنيسة القبطية هي كنيسة أرثوذكسية غير أو لا خلق دونية، والكنيسة الروسية خلق دونية، وفي حوار لاهوتي، وتوجد كنائس تسير على نفس النمط زي روسيا، زي الكنيسة اليونانية والبيزنطية بصفة عامة، وإحنا كنائسنا معروفة زي القبطية والسوريانية والأرمنية. كان في فرصة أن أنا أصلي قداس في المدينة الثانية اللي هي سان بطرس بيرغ، والمدينة دي هي اللي كان اسمها قبل كده لينينغراد، جراد بالروسي يعني مدينة، وطبعا شالوا الاسم ورجعوها للاسم القديم اللي هي مدينة القديس بطرس. هذه المدينة من فخامتها وعظمتها اليونسكو ترعى هذه المدينة وجعلتها من التراث العالمي، كل مبانيها تقريبا بنفس الشكل. صلينا قداس في رحاب كنيسة الأرمن، وصلينا قداس آخر في موسكو في رحاب كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بمحبة كبيرة، وأيضا عمت يعتبر أول طفل، أمه روسية وأبوه قبطي، والطفل المناسبة السعيدة اسمه كيريل، فكان ده أول طفل قبطي
نعمده في الكنيسة الأرمنية، وطبعاً وإحنا بنصلي القداس القبطي. نشكر الله على نعمه الكثيرة، ونشكر الله أن تكون لكنيستنا علاقات طيبة مع كل كنائس العالم بدون استثناء. نحيا في محبة ونقدم المسيح الذي فتح ذراعيه على الصليب ونادى لكل العالم، ونقدم كنيستنا بتراثها بتاريخها بآبائها بقديسيها برهبانتها بمعلميها، نقدمها أيضا لكل العالم. حبيت النهاردة أكلمكم عن مهابة الكنيسة وكرامتها. يقول لنا هنا في الجزء اللي قريته: لستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الكنيسة هي قطعة من السماء يجب أن تكون بالغة الجمال، ولذلك يمكن أن نسميها تجاوزا أنها سفارة السماء على الأرض، وكما نقول كما في السماء كذلك على الأرض في الصلاة الربانية. نصلي أن تكون الكنيسة حتى من السماء، وكل ما أخش الكنيسة وأشوفها جميلة جدا يجي لي سؤال: أمال السماء هتبقى جمالها إيه؟ السماء هيبقى شكلها إيه؟ هذه تعريف للكنيسة، ولكننا نقول أيضا أن الكنيسة هي بيت الله أو بيت الملائكة أو باب السماء أو عروس المسيح أو مسكن الله مع الناس أو بيت الصلاة أو بيت القديسين أو عمود الحق أو جسد المسيح. كل هذه تسميات للكنيسة، ولكن أهم ما يمكن أن يوجد في أذهاننا أنها قطعة من السماء على الأرض. طب وظيفة الكنيسة إيه؟ الكنيسة تقوم بأعمال كثيرة، ولكن الوظيفة الرئيسية لها والدور الحيوي فيها هو إعداد المؤمنين للملكوت، إعداد الإنسان للسماء. وهذا الإعداد هو رحلة حياة يأخذ الحياة من الصغر إلى نهاية العمر. عشان كده تبتدي الكنيسة مع الصغير الطفل الوليد الرضيع، تبدأ معه بصلاة الحميم والمعمودية سر المعمودية، وتمتد عبر الحياة إلى نهاية الحياة إلى أن تصلي وتودعه إلى السماء. إعداد الإنسان للسماء، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا في ذهن كل من يخدم. بنقابل على الأرض مشكلات ومتاعب وحكايات كتيرة، لكن من يخدم في أي مستوى يجب أن يعي تماما أن من نخدمهم هو نخدمهم لكي ما يكون لهم نصيب في السماء. السماء مفتوحة لكل أحد، ولكن لمن يعيش هذا الإيمان بالمسيح ويسلك حسب وصية المسيح ويحيا في كل يوم بكلام بالكلمة المقدسة في حياته من خلال الكنيسة المقدسة. هذه وظيفة الكنيسة. بنعمل أنشطة، بنعمل احتفالات، بنعمل برامج، بنعمل حاجات كتيرة، كل ده جيد وجميل، ولكن الهدف الرئيسي والأول من فصول مدارس الأحد الصغيرة لغاية الاجتماعات الكبيرة
الاجتماعات النوعية، الاجتماعات التعليمية، الاجتماعات التخصصية بكل أشكالها لها هدف واحد، وهو أن يصير للإنسان نصيب في السماء، مش يفضل على الأرض ويتوه. لما كنا على مأدبة الغزاء مع البطريرك الروسي، حب يفتح موضوع على المائدة كيف أن الغرب يحارب التقاليد الإنسانية والقيم، فمثلا يضغطون على البلاد التعبانة اقتصاديا عشان يقدموا لها مساعدات، نظير حاجة غريبة جدا، نظير أنهم يوافقون على الشذوذ الجنسي الهوموسيكشواليتي. تصوروا، يضغطوا على الدول، وذكروا بعض الدول، عشان الدولة دي يساعدوها اقتصاديا يقول لها شرط واحد، تسمحي بهذه الممارسات الخاطئة، بصورة أبسط تسمحي بالخطية، أبسط معنى. تصور الخطية في مقابل المساعدات الاقتصادية كيف يضل العالم. فكان بيتكلم كيف نحرس القيم الإنسانية ووصايا المسيح والإنجيل. ولذلك يا إخوتي، الارتباط بالكنيسة وإننا نعيش فيها وتعلم منها وربي ولادي وبناتي شباب وشابات جوه الكنيسة، جوه الإنجيل، جوه هذه المفاهيم، شيء مهم جدا. ولذلك نسمي الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية. وكما تعلمون كلمة أرثوذكسية معناها الاستقامة، زي ما بنقول كده، قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما. الأرثوذكسية هي الطريقة المستقيمة لتمجيد الله، الطريقة اللي ايه، ما فيهاش لف ودوران، ما فيهاش تحايل، ما فيهاش، متأسف في الكلمة، تسيب، ما فيهاش نمشي على الموضة، ما فيهاش نمشي على مخرجات العصر، ما فيهاش كده. نستخدم ما في العصر، ونستخدم التكنولوجي المتاح اللي ممكن أن يكون مفيدا، ولكن نحفظ مبادئ نقية، لأن الخطية هي خاطئة جدا، والخطية هي خطية مهما حطينا لها عنوان. تفكرني الحكاية دي بطرفة كده، راجل كان عنده برطمان سكر بيجي عليه النمل كتير، والبرطمان مكتوب عليه تيكت كلمة سكر، فحب يخلي النمل ما يجيش، فشال التيكت وكتب ملح عشان النمل ما يجيش. ممكن تبقى هي الخطية خطية، لكن يحط لها عنوان تاني، عنوان تاني، وبالتالي هو بيخدع نفسه وكأن الخطية لم تعد موجودة، ولكنه في حقيقة الأمر يدخل إلى عمق الخطأ. اعرفوا يا إخوتي أنه لا خلاص خارج الكنيسة كما يقول القديس أغسطينوس. يقول القديس كبريانوس: من لم يتخذ الكنيسة أما لا يكون الله أبيه. قديس أغسطينوس يقول: حينما كان المسيح ظاهرا في الجسد كانت الكنيسة مخفية فيه، هو يعمل كل شيء لها، وحينما صعد بالجسد صار هو مخفيا فيها وصارت تعمل كل شيء به ولأجله. يوحنا ذهبي الفم قال عبارة أجمل وأجمل، قال: السماء الكنيسة هي أعلى من السماء وأكثر اتساعا من الأرض. الكنيسة أعلى من السماء وأكثر اتساعا من الأرض، لأنها يمكن أن تحتضن الجميع. إيه مكانة الكنيسة؟
مكانة الكنيسة بالنسبة للإنسان. أولاً، الكنيسة فيها احتياج كياني للإنسان، احتياج جوه الكيان الإنسان، يعني كل واحد فينا يحتاج الكنيسة. أنا مش بتكلم عشان أنا مسيحي، أنا بتكلم عشان أنا إنسان. في قصد الله عندما بدأت البشرية كان يعمل على تأمين الإنسان في وسط المجموع. عندما نقرأ في العهد القديم نقرأ عن كنيسة البرية، وهي خيمة الاجتماع، خيمة ولها تفاصيل كتيرة خالص في سفر الخروج، تفاصيل في كل صغيرة وكبيرة وإزاي يحركوا فيها كل جزء. لكن أهم ما في هذا الأمر أنها كانت ترتحل معهم، يتنقلوا من مكان، فك وشيل وامشي، يقفوا في مكان، أنصب الخيمة دهية بكل التفاصيل. وكانت هذه الخيمة في البرية تنتقل معهم من مكان لمكان، ولكن هي مسكن الله مع الناس، بالدار الخارجية، بالقدس، بقدس الأقداس، بالمحيط الخارجي، بالأغطية التي كانت توجد، حاجة محددة جدا وجميلة أيضا. ثم تطورت الفكرة، أنا بقول لك ده احتياج عند الإنسان، تطورت الفكرة وصارت ثابتة، فأنشئ الهيكل في أورشليم، بقى مبنى ثابت ومبنى أيضا له فخامته وعظمته وتقسيماته الداخلية والخارجية. وهذا الهيكل في أورشليم هو الذي تهدم في الحادثة المعروفة باسم خراب أورشليم عام 70 ميلادية بعد صعود ربنا يسوع المسيح، وما زال مهدوما. من الهيكل في العهد القديم نشأت الكنيسة في العهد الجديد. كانت الكنيسة في البداية طبعا مش زي كنايسنا الجميلة اللي بنشوفها هنا أو في أي حتة في العالم. بدأت الأول صغيرة، بدأت بخشب، تعامل خشب بسيطة خالص بإمكانيات محلية قليلة جدا. نسمع عن الكنيسة المعلقة، نسميها معلقة، معلقة فوق أحد الحصون، حصن بابليون، فيها كميات الأخشاب كتيرة. نسمع عن كنائس الأديرة كان النمل والسوس يهاجم الأخشاب دهيت ويسقطها. لكن صارت الكنيسة مع بدايات القرون الأولى صار لها مبنى، وصارت تسمى كنيسة مسيحية، وانتشرت الكنيسة في العالم، وهي التي قال عنها السيد المسيح لبطرس الرسول في حضور كل التلاميذ: وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، على هذه الصخرة أبني كنيستي، ويقصد صخرة الإيمان وصخرة إعلان الإيمان. وانتشرت الكنيسة في كل حتة في العالم، وانتشرت بأشكال وبأحجام بالزينة الخارجية في الكنائس، بنيت في بعض الأماكن على شكل الفلك، باعتبار أن الكنيسة هي السفينة التي تنقذ الإنسان من بحر العالم، وبنيت في مواضع أخرى على شكل الصليب، وكلها تدور في هذه الأشكال، ممكن الشكل الدائري، ممكن الشكل المربع، المهم يعني أشكال هندسية وبرع المصممون في أشكال كثيرة، وإن احتفظت بطابعها. يوجد فيها مثلا 12 عمود للتلاميذ الرسل، بعض الكنائس 4،
للبشرين الأربعة، وصارت الكنيسة هي مسكن الله مع الإنسان في العالم كله. وأبسط تعريف بيقوله الأولاد الصغيرين ده بيت ربنا. ولذلك يا إخوتي، احترام الكنيسة مسؤولية كل صغير وكبير فينا، حتى وإن قلنا إن كنيستنا كنيسة شعبية، كنيسة شعبية، لكن هي شعبية، لكن كيف تكون بارعة الجمال في نظامها، في نظافتها، في كل ما في داخلها من مكونات. الكنيسة احتياج كياني في الإنسان. طبعا امتدادا لهذا الاحتياج الكياني، المسيح يسكن في الكنيسة، المسيح يسكن فيا في الإنسان، وصار المسيح فينا، وصرنا جميعا نسمى أعضاء جسد المسيح. كل واحد فينا عضو في جسد المسيح، والمسيح رأس هذا الجسد. وزي ما بيعلمنا الكتاب المقدس، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أيضا فيه. الأمر الثاني أن الكنيسة حضور دائم للمسيح، حضور دائم. في آخر إنجيل معلمنا متى البشير قال كده: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم. فالكنيسة تمثل الحضور الدائم لشخص المسيح. في قصة شاول الترسوسي، وشاول الترسوسي كان بيضطهد كنيسة الله بإفراط زي ما قال على نفسه، شاول الترسوسي يسمع كده من المسيح: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا سيد؟ يرد عليه: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فين يسوع ده؟ هو ما هو اللي حاضر في المؤمنين، ما هو الكنيسة. عندما تعرض كل المسيحيين في أورشليم للاضطهاد وقت استفانوس ورجمه، تشتتوا في بلاد الشام، بلاد سوريا، راح وراهم شاول، وهو في طريق دمشق يظهر له المسيح ويقول له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. طب أنت يسوع ساكن فين؟ محلك فين؟ المحل في قلوب المؤمنين، وقلوب المؤمنين تبني وتجتمع من خلال الكنيسة. عشان كده اتعلمنا: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. وروح الله يسكن فينا، فيصير كل إنسان فينا هو كنيسة ولها مذبح، هو القلب. فقلبك هو مذبح كنيستك، ومجموعنا كلنا يشكل كنيسة الله الحية، وكلنا نتناول من على المذبح. هي دي الكنيسة، وهي دي المسيح اللي عايش فينا. الأمر الثالث أن الكنيسة ليست احتياج كياني فقط، ولا هي حضور دائم للمسيح، هي أيضا نافذة على الأبدية. احنا بنصلي جهة الشرق، زي أيضا الكنيسة الروسية بتصلي جهة الشرق، عنا كلها على السماء في الشرق. ولما يصرخ الشماس ويصرخ الكاهن ويقول: أين هي قلوبكم؟ كلنا نقول له: هي عند الرب، هي هناك، مش في أي حتة تانية. والكنيسة بينطبق عليها قول بطرس الرسول في وقت التجلي: جيد يا رب أن نكون ها هنا.
ايه اروع ان انا اقعد في الكنيسه. ولما بنعبر في الترنيمه المشهوره الكنيسه هي بيتي وهي امي وهي سر فرح حياتي، هذا تعبير قوي واصيل عن مكانه الكنيسه في حياه الانسان. وخدوا بالكم انها بالصيغه الفرديه، يعني هي بيتي كشخص، هي امي كشخص، والمعاني دي معاني كبيره، وهي ايضا فرح حياتي، دي معاني كبيره بالنسبه للانسان. فتصير الكنيسه فعلا نافذه على الابديه. جربت مره تخش الكنيسه وهي فاضيه؟ جربت تقعد في خشوع كده بعد ما تنير شمعه، وتقعد في خشوع والكنيسه فاضيه، او كنيسه من كنائس الاديوره في وقت الهدوء؟ ان اختبرت هذه الخبره الروحيه وعشت فيها بكلك، سوف تكتشف أنك أمام نافذة على السماء، وسوف تكتشف قد إيه السماء حلوة وقد إيه السماء جذابة لكل إنسان. عشان كده نقول في كل قداس: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، حياة أبدية. فتصير الكنيسة نافذة، يعني وإحنا قاعدين كده في الكنيسة وبنتطلع للشرق، كأننا وبالحقيقة نتطلع للسماء. وكنيستنا بتعلمنا إن حامل الأيقونات فيه أيقونات القديسين ينظروا إلينا، هم يتطلعون من السماء إلينا. وإحنا بنزور كنيسة روسيا، حامل الأيقونات عندهم مش زينا صف واحد كده، خمس ست صفوف فوق بعض، يعني الواحد يتعب لما يرفع رقبته عشان يشوف آخر صف. وأيقونات تقريبا بالحجم الطبيعي، عشان كده الكنائس عالية جدا هناك، وأعداد كبيرة جدا. طبعا لما يبقى كذا صف يبقى قديسين كتير يتطلعون إلى الذين يجاهدون على الأرض في جهادهم الروحي، في حياتهم الروحية. لأن الإنسان عندما يتطلع إلى السماء على الدوام تهون عليه الأرض، مش متعلق بيها أو عايش جواه، ويصير إنسانا سماويا. وإذا صار بالأمانة يكون مستحقا النصيب السماوي. هذه الكنيسة في مكانتها بالنسبة للإنسان: احتياج كياني وحضور دائم للمسيح ونافذة على الأبدية. إذا أراد ربنا وعشنا في مرات الجاية نتكلم عن مصادر مهابة الكنيسة، وكيف نحتفظ في كنائسنا بهذه الكرامة وهذه المهابة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.